أحسن الله إليكم. المرسل خاء يقول: يدعي بعض الناس أن القران والإفراد قد نسخ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم أن يتمتعوا، فما رأي فضيلتكم في هذا القول جزاكم الله خيرا؟ هذا قول غير صحيح. الصواب صحة الأنساك الثلاثة: التمتع والقران والإفراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير أصحابه، وكان منهم المتمتع، وكان منهم القارن، وكان منهم المفرد، ولم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم. وإنما أمر من أحرموا بالحج قارنين أو مفردين وليس معهم هدي، لم يسوقوا الهدي من الحل، أمرهم أن يتحللوا إلى التمتع، لأن التمتع هو أفضل الأنساك، فهو أرشدهم إلى ما هو الأفضل، أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما هو الأفضل. نعم.